كيف أحتسب زكاتي؟ عنوان الدورة التكوينية التي نظمتها الجمعية التونسية للزكاة بصفاقس في إطار تنفيذ برنامجها التكويني السنوي الموجه لمختلف المهن والقطاعات. أرادت الجمعية أن تتوجه إلى فئات مهنية متعددة لتعرفهم أولا بفقه الزكاة عموما، ثم بمصارف الزكاة، ثم باحتساب الزكاة، ليقدموا هذه الفريضة على أحسن وجه. وتوجهت الدورة التكوينية إلى الأطباء لبيان طريقة احتساب الزكاة وأهميتها في الاقتصاد التونسي. لماذا يحتاج الطبيب إلى معرفة فقه الزكاة واحتساب الزكاة؟ نعلم أن الكثير من الأطباء قد اشتروا آلات طبية باهظة الثمن وأخذوا لذلك قروضا أو قاموا بعقود مرابحة، لكنهم يسددون هذه المبالغ كل سنة، عفوا، أو كل شهر. فكيف يحتسبون زكاتهم؟ هل يخصمون كاملة ثمن هذه الآلة، أم يخصمون ما عليهم من دين في سنة واحدة؟ كذلك نعلم أن الأطباء هم متعاقدون مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، هذا دين لصالحهم، هل يقع احتساب هذا الدين بمجرد حلول الحول أم أنه لا يقع؟ هذه أسئلة طرحتها لأبين أن خصوصية كل نشاط اقتصادي له ما يميزه عن بقية النشاطات. ومصارف الزكاة ذكر ربي عز وجل 8 مصارف، لكن ثم ما نسميه الزكاة المعاصرة، مثلا توا الفقهاء رأوا أنه مثلا نجم نعطيه من جانب القسط من الزكاة إلى الباعثين المشاريع، في عوض نعطيهم احنا فلوس كزكاة نبعثوا المشروع نساهموا فيه تدعيم ولا تمويلهم في مشاريع اقتصادية، وبهذا يولي هو يتعفف عن طلب الصدقة أو الزكاة ويبني مشروعه الخاص، ثم ممكن هو إن شاء الله يولي يدر مرابيح وهو يخرج زكاته. هذا جانب كبير من يسمى باب مصارف الزكاة. وقد لاقت الدورة التكوينية للزكاة قبولا من قبل الأطباء والطلبة المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي. كيفاش نعمل الزكاة بتاعنا؟ كيفاش باش نشوفوا تطورات المرض تاعو؟ مازلنا خاطر هذه برشا حوايج كنا نعرفوهاش برشا، فهمت؟ كنعطيو زكاة من غير ما نعرفوا كيفاش التقسيم، كيفاش نعمل، كيفاش نوزعوها، كيفاش نشوفوا الطريقة هذه كيفاش. الزكاة ركن من أركان الإسلام، واحد دونك يعرف شنية الزكاة وكيفاش يحتسبها باش يابليكيها في حياته اليومية. أهمية كبيرة في احتساب الواحد ماله حتى يرى الصحيح من الغلط ويعرف كيفاش يسير أعماله. من الطبيعي يكون أي إنسان يعرف كيفاش يحسب الزكاة، أو هذاك هو البديهي، ما إحنا في مجتمعنا ما عادش العباد تعرف كيفاش تحسب الزكاة، وإحنا كطلبة الأولوية لنا إحنا باش نكونوا نعرفوا كيفاش، وباش بيان سور أي إنسان عنده علاقة بأي دومين يكون يعرف كيفاش يحسب الزكاة نتاعو ولا كيفاش معناها أهمية المجال هذا أونفون ككومبليمون في الإيكونومي وكحاجة محفزة للإقتصاد في تونس. تطوير المعلومات على موضوع الزكاة، خاطر ديما الإنسان ثم حوايج يفوتوه، لذا وقت يحضر في دورة تكوينية ياخذ أفكار. ولهذه الدورة أهداف عديدة وضوابط تحدد أهمية الزكاة وطريقة تفعيلها. هذه الدورة لها هدف تحسيسي وهدف تكويني، أما الهدف التحسيسي فهو التوجه إلى قناعات السادة الأطباء ليقتنعوا أكثر فأكثر بواجب الزكاة، ونحن نعلم أنهم على يقين بفرضيتها، ولكن الاقتناع لا يكفي في بدايته، لابد من أن يكون له هذا البعد العلمي الدقيق. هذا هدف تحسيسي، أما الهدف التكويني فهو هدف معرفي يتناول كل ما يتعلق بفقه الزكاة ومصارف الزكاة الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى في الآية 60 من سورة التوبة، وكذلك احتساب الزكاة كيف يقوم الطبيب أو المشرف على المؤسسات الصحية باحتساب الزكاة. وهنا أيضا أردت أن أضيف هدفا آخر أعتبره جديدا لا يوجد في كتب الفقه القديمة، وهو احتساب الأسهم في الشركات الكبيرة الصحية كالمصحات. الزكاة إذن لها شروط ولها ضوابط وقواعد. الزكاة هي واجبة
الحكمة منها هو إغناء الفقير عن السؤال، لأن الفقير لما يأخذ مال الزكاة يشعر أنه أخذ من مال الله وليس مزية من أحد. والذي يعطي الزكاة الفائدة اللي تحصل هو أنه يطهر نفسه ويطهر ماله ويبارك الله في هذا المال فينمو ويزكو ويزداد. ثم المجتمع يحصل فيه نوع من التوازن وتتقلص الفروق بين الفقراء والأغنياء، ويكتفي الفقراء فلا يضطرون للسؤال ولا يضطرون لمد أيديهم للناس. فهذا هو مجتمع المسلمين، هو مجتمع الغني فيه يعطي للفقير والقوي فيه يساعد الضعيف، وهذا هو معنى التضامن ومعنى التكاتف ومعنى التعاون في الإسلام. الزكاة فريضة جمع الله بينها وبين الصلاة في الكثير من آيات القرآن الكريم، فلها إذن أحكامها الفقهية الدقيقة، ولها أيضا غاياتها ولها مقاصدها، فلا بد إذن أن نعتبر ذلك عبادة، وكل عبادة لها فقهها ولها أيضا أجرها ولها كيفيتها، ولا بد أن نعتبر ذلك أيضا حقا من حقوق المستحقين، لأن الزكاة يمكن أن تحقق أهدافا اجتماعية وتنموية. ولا تقتصر هذه الدورة على الأطباء فقط، وإنما نظمت في هذا الشأن دورة لأعوان الجمعية، وستنظم دورات قادمة للعديد من الاختصاصات في ولايات مختلفة. في برنامجنا إن شاء الله الدورة الجاية كل شهر تقريبا عندنا دورة في احتساب الزكاة. الدورة الجاية مش يكون إن شاء الله باعثين العقاريين، ثم مش يكون عندنا زكاة لزكاة الشركات التجارية، ثم إن شاء الله الدورة اللي بعدها مش يكون حول زكاة الصيادلة، مش يكون هناك دورات في صفاقس، حتى في إن شاء الله الدورة الجاية مش يكون عندنا كذلك دورة عن هناك بعض اتصالات ببنغردان مش يكون عندنا في بنغردان، وإن شاء الله في دورة أخرى مش يكون في تونس العاصمة. أهمية احتساب الزكاة كبيرة في المجتمع التونسي، وفوائدها عديدة على الاقتصاد. وللوصول إلى تحقيق هذه الأهداف على المواطنين معرفة كيفية احتساب الزكاة.